مثل ما تبي البس ولا تهتم كلام الناس. لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. مثل ما تبي البس ولا تهتم كلام الناس. لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. كل واحد ودوره حب أحمر أخضر أصفر. البس اللي يريحك ولا تهتمش اللي يقولونه. كتالوجك ألوانك البس بس علشانك. ارتاح ريح بالك ولا تهتمش اللي يقولونه. مساء الخير مشاهدينا، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج كاتالوج مع آخر صيحات الموضة والأزياء والتجميل. جميل أن يكون معنا مصممة من أوائل الخليجيات التي تركت بصمة كبرى في عالم الأزياء. كبرى القصير اسم يحمل بين تفاصيله ذكرى لكل امرأة تميزت في عصرنا هذا. حالياً تعرفين الميديا خلى كل واحدة خليجية تعرف الموضة، بس يعني إحنا كشطاراتنا شلون نقدر نأثر عليهم ينصبنا، لأنه صار سوق صعب، كثرة المعارض، كثرة المصممين، فناس شوية ضاعوا، فلازم تكونين وايد حذرة تقديمك حق أي موضة. أنا ككوني أول خليجية طلعت، يمكن سبب إصراري للحين أنا متواجدة على كثرة المصممات الخليجيات، إن أسبوعياً شهرياً يطلع مصمم جديد. السبب إن أنا أحب أتحدى روحي دائماً، والسبب الآخر إن ما أحب أطالع موديلات الناس الثانيين وايد، يعني ما أقلد. فزبايني هذا هم نفسهم، بالعكس إنهم زادوا. يمكن إحنا الوحيدين إن للحين نستعمل هاند ميد، وللحين يعني القصات مستمرة على نفس القصات، بس أنا طلعت الموضة العالمية دخلت شوي فسويت صمود والحمد لله موجودة للحين. البساطة يعني دائما أحلى من يكون شيء أوفر، بس لأن مثل ما قلت لك يعني لازم اضطرين تطلعين الموضة، اضطرين تطلعين طلع الريش، يعني مضطرين مصممات ينزلون الريش، بس يعني أتمنى لا يكون أوفر، يعني ترك لا يكون أوفر، يكون شيء أن تقدرين تستفيدين منها بعد، لأن هالشيء ترى فترة الموضة فترة وينتهي، لكن شيء الأصلي الناعم هو اللي يستمر. تستغربون أن تعود موضة الستينات والسبعينات والثمانينات في هذا الوقت، لكن استغربوا إذا وقفت الموضة عن حد معين. جميل أن نرى العباية هي اللباس اللي ما اختلف لا شكلا ولا مضمونا على الرغم من تطور الموضة. لا، الموضة مبالغ فيه، الموضة مبالغ فيه، وإذا أنت ما سويتي على الموضة يفكرونش أن أنت موديلك قديم. فهلو نحن لازم نصير أذكياء، ناخذ التاتش البسيط من الموضة، بس ما ناخذ كله، لان تكون خليجيات وايد صعبه نطالع بالضبط شنو يلبسون هم الاجانب. بس انت تفضلتي الريش والجلد والخرز، يعني اشياء مبالغ. فاذا احنا نبي نحافظ على تراثنا الخليجي فلازم نكون محتشم. فالحين الموضه مع الاسف الشديد بعض من صديقاتي وزميلاتي في هالمجال سووا الموضه لا شيء يكون مفتوح وكاشف زياده عن اللزوم، في شوي شوي الهويه الخليجيه نفقدها بالخليج. فأنا أفضل أنه دائماً يكون ثوب الخليجي ثوب الخليجي، يكون محتشم مرتب، ولا هو عيب أن ندخل شوي من الموضة، اللون شنو طالع هالسنة، الفكرة طالعة، بس يعني طريقة يكون مبسطة وناعمة. الأسباب لأن كل شيء قديم أحلى من الحين،
يعني كل الموديلات القديمة أحلى من الموديلات الحالية من ناحية الميك اب، الشعر، الأجسام، كل شيء القديم أحلى، فالناس عرفوا وراحوا سووا أوفر فرجعوا مرة ثانية حق القديم. فيمكن سبب نجاحي أنا موجودة بالخليج وعندكم بالضبط، يعني أنا لازم أشكر دولة الكويت لأن طلع ظهوري كنت من الكويت، فليلحين يقولون لي أنت الأصل وإحنا أغراضش مستمرين لعشر سنوات 15 سنة ليلحين يملكونه. السبب مو لأن أنا كنت قصير، لأن شغلي كان دقيق وكان محتشم وكان هنميت، فليلحين يلبسونه بالإحتراف. لكن الموديلات الجديدة هبة وهي خلص شيفون قماش أي شيء، يعني يخلون قطعة في قطعة يعطون الناس يروحون البيت يشوفونه مو ذاك الأصالة. فيعني دائما أفسر نفس أغاني القديمة للحين إحنا نحب نسمعها، أغاني جديدة فترة تهب بعدين خلاص ينتهي، لكن الناس يسمعون الأغاني القديمة. فهل الموديلاتي أنا كذي أحافظ على القديم للحين. في العادة الأقمشة هي اللي تحدد معايير التصميم وجماله، وكل مصممة تبحث عن التميز. القماش أنا بالنسبة لي لازم يكون براند، لازم يعني أنا أصرف على القماش، ما يعني ما أحب أقص على الأوادم أي شيء كوبي وأسوي. القماش وايد مهم بالنسبة لأي ديزاينر، تختار القماش صح والقصة صح والفينشينج صح وبلاس المصداقية مع الزبون صح، يعني تعاملك مع الزبون أهم شيء، يعني مو كل شيء تاخذين فلوس مرة لأن ما راح ترجع لك، أهم شيء تعطين سعر يعني أوكي يمكن إحنا نصرف، يمكن أنا كنت ديزاينر نخلي سبب أعلى، بس السبب الثاني أن المصداقية في العمل. لكن الأجمل أن تواكب المصممات هذا التطور في ترك بصمتها الخاصة. نفس مثل المشاهير في العالم جينيفر روبرتس وغيره يلبسون موديلات، يمكن الخليجية تحب تطالعها لكن صعب إحنا نلبس نفسهم، يعني كعاداتنا وتقاليدنا، بس يعني يأثر علينا ما يأثر علينا، يأثر يمكن كل اسم الشركة بس يطير فوق، بس مو ضروري يشترون من نفس الشركة الخليجيات، لأن مثل ما قلت لك لازم نحافظ على تراثنا. أنا تعنيت أن أي كويت لفترة رمضان لأن زبايني من الكويت دائماً أتواصل معاهم وأجي لهم كل سنة مرتين ثلاث، بس تعنيت هالمرة بالمعارض أدشة لأن فترة رمضان وعندي الجديد، فالجديد أحبهم يلبسونه لأن هم سبب ظهوري قبل 20 سنة، دائماً أحب أي الكويت. مشارك المعارض بالنسبة لي شيء وايد زين، أشوف زبايني الأولين وأسمع كلام حلو منهم، عرفت يعني هاي الشيء يخليني دائما أي الكويت، عندنا معرض هني وعندنا معرض في أرض المعارض، إن شاء الله يعني نغطي الكويت لأن أنا دائما موجودة بالرياض وأبو ظبي، فلازم الكويت بعد نعطيهم شانس يلبسون من عندي. المشاهير غزوا السوشيال ميديا في تصاميم لأسماء معروفة ورنانة في عالم الموضة، مما جعل هوس لدى الجميع بتقليدهم. هل يا ترى أثر هذا الشيء على الذوق الخليجي؟ في البداية هي أساساً لبسنا التقليدي الخليجي التقليدي، بما أن إحنا مجتمع محافظ حتى لو كنا متحررين بأفكارنا بس ستيل نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. بداية أنا مو متحجبة، فالمفروض أن أنا أروح حق مكان ثاني دراريع ولا فساتين ولا أشياء ثانية، بس أنا اضطرقت حق العباية في البداية لأن أنا عشت بقطر فترة، قطر شوية مجتمعهم محافظ أكثر ولبس العباية عندهم حتى اللي مو متحجبة تلبسها بصراحة يعني لبس شيك ووايد كان يلفت نظري أكثر وكان مغري بالنسبة لي، فحبيت أن أنا أدش في المجال هذا بالبداية حقي، أن كنت أسوي ديزاينات خاصة فيني ألبسها أنا. عقب لما شفت الإقبال عليها من ناحية فجاتي القراب خواتي صديقاتي حبيت أني أبلشها بشوي أكبر، بس دشينا فيها بتفاصيل أعمق الحين. هنادي الحجي برؤية متميزة في عالم العبايات. بالكويت ما تقدرين تتقيدين بذوق واحد أو رأي واحد. في بنات يبون شيء سمبل، شيء سبور حق دوامات حق جامعة. في بنات يدورون أشياء حالياً برمضان يدورون الشك والتطريز هذا أكيد.
بس انا تخصصي اكثر حق العرايس الشك، يعني دائما احب اخذ خط ثاني. العبي ما شاء الله منتشره الحين بالكويت، يعني اكثر مصممات العبي صارت بالكويت. انا حبيت ان انا احتفظ بستايل خاص، فدشيت بالسهره اكثر، يعني اكثر الكاستمر مالوتي دائما عرايس. دائما العبايه تستوحي افكار المصممه وتقيدها بقالب معين كونها من اللون الاسود. لا بالعكس، مصممات العبي اللي كانوا يسوون عبي واتجهوا حق السواري ممكن ما حبت تلعب في اللون الاسود وايد، يمكن هي يعني تحب تبدع في الوان ثانيه او في ديزاينات ثانيه. العبايه احنا تعودنا عليها في البدايه انها سوداء، بس الحين صاروا يبدعون بالالوان. اما اتجاهاتهم وين صارت، كل واحده وذوقها، شنو تحب تكمل وشنو تحب تكون. لكن الأقمشة وهباتها الجديدة خلت هنادي تصممها بشكل مختلف تماما. العباية أساسا من بلشت هي لونها أسود، لأن يعني في أكثرهم كانوا يقولون بالسابق أن العباية السوداء أو اللون الأسود مو ملفت للانتباه، فعلشان كذي إحنا كملنا في البداية في العباية السوداء وحاولنا شوي شوي نطعمها في ألوان. أما الحين لا بالعكس، الحين قاعد نسوي ألوان، حتى عباية بيضة قاعد نسوي، شيلة بيضة، أزرق، كل الألوان قاعد نسوي، بس كل واحدة شنو تحب تشتغل فيه. أنا عن نفسي أحب الأسود، بس لازم أطعم فيه ألوان ثانية. طبيعة العمل والمناسبة حتمت علينا أن تكون العباية متعددة الأوجه، وهذا اللي سوته لنا بنت الحجي. في البداية أنا أفكر بالتصميم، يعني أخلي القماش هذا آخر شيء. أنا ما أفكر إلا بطريقتين، يا أني أفكر أن أنا عروس وأبي أشوف شكلي في العباية الفلانية وأفكر لها فكر خاص بس أنها هي عروس ومميزة فيها، يعني تلفت الانتباه كأنها هي عروس. أو الشيء الثاني أن أنا أحب الكاجوال وعملية أكثر زيادة عن اللزوم في حياتي العادية، فأحب أني أروح حق السبور، يعني أروح حق البنطلونات مع العباية، أحب الشروال، أحب التنورة تكون العباية قطعتين. فبس هذيل الفكرين اللي أنا أتجه لهم، وبعدين أفكر بالقماش. الفكرة اللي أنا خذيتها أشوف أيه أقرب لها قماش وأقدر أتفنن فيه أكثر. لما أفكر أني أنا أكسب الزبونة أكسبها دوم، يعني تكبر معاي وأربيها معاي، أنا أكبر هي تكبر معاي كعلاقة. في البداية القماش ما همني شنو كان سعره، مهما كان يعني غالي علي راح أشتري، لأن أنا أبي القماش يكون يتحمل الديزاين اللي أنا أحط عليه. غير كذي أنا أبي زبونة لما تغسلها، أريد كلنا نغسل ثيابنا، تغسلها ترجع جديدة، مو تغسلها خلاص لبستها مرة واحدة ما تقدر تلبسها مرة ثانية. وبعد عندي شيء مهم أنا في أسعاري، ما عندي زبونة تفرق عن الثانية. يعني أنت شريت العباية بدينار غيرك بتشتريها بدينار، ما عندي واحدة أغلى من الثانية. يعني حتى لو كنت زبونة دايمة عندي بتاخذين نفس سعر الزبونة الثانية. صدق أنه ممكن أبديك أنك تشوفين ديزايناتي الجديدة أول أو تسبقين الناس، بس سعرك راح يكون نفس سعر الباجي. يعني ما عندي زبونة راح تزعل أنه شافت عباتي على واحدة وهي ما أخذتها يكون سعرها غير. على الرغم من أن الكاجوال والسبورت شيك متوفر بالأسواق، إلا أن فتون اختارته لتثبت العكس. صراحة أنا أشوف نفسي أكثر بالكاجوال وير، لأن أنا يومياتي كلها كاجوال وبسيطة، حق الجامعة، حق بيت ربعي، يعني كذي حق كل يوم طلعات البسيطة، فهذا أكثر شيء اللي يميزني فيه الكاجوال وير. لأن أنا يعني الستايل اللي أحبه هو شوية يعني غير عن اللي بالسوق، أحب شيء يكون يونيك، ما أحب إنه يكون عند الكل. وصراحة أنا بديت بنفسي أول شيء، كنت أصمم حق روحي،
الكاجوال وير والدراريع وكذي، فوايد من ربعي يعني يسألوني انه وايد حلوين، ليش ما تبدين بزنس؟ من هني فكرت ان شاء الله يعني ان ابدي بزنس. الترتر والريش والاكمام البف والفرو، كل هذا موجود في موضة 2019، لكن هل يا ترى كل مصممة تقحم هذا الذوق في تصاميمها؟ لا، ما احب اروح حق الاعراس والسواري، لان يعني انا احب اتميز وابدع باللي انا قاعد اسويه، الكاجوال والدراريع والاشياء السمبل البسيطه اللي حق البنات. كثير من المصممات يتاثرون في المصممه العالميه ودور الموضه الغربيه، لكن بناتنا تاثروا في هذا الشيء؟ يعني صراحه الموضه ما تاثر وايد على تصاميمي، لان تختلف الموضه عن يعني برا بالاجانب موضاتهم غير عنا، بس تاثر يعني اتاثر من الالوان والديزاينات اللي هم قاعد يسوونها بالفاشن شو وكذي، بس انه يعني احنا هني بالخليج شوي موضتنا وديزاينها الستايل مالنا غير عنهم يختلف، فما اتاثر وايد منها. يعني هذيلا اغلب اللي قلتيهم السي ثرو والبوف والريش، يعني انت قلتيها فتره وتعدي، فانا ما احب مثلا يكون البيس مالي بس يلبسونها يعني حق هالسيزن وخلاص، يعني اغلب اللي قاعده اسويه تقدرين تلبسينه يعني طول السنه حق كل المناسبات، حق كل يعني اي مناسبه تقدرين تلبسينه. يعني الالوان قاعده تاثر علي وايد، خاصه انه يعني كل سيزن غير، يعني الصيف ألوانها فاقعة وأكثر مثلاً ألوان صيفية، الشتاء لا شوي غامج، رمضان طبعاً رمضان يعني البنات وايد يحبون الدراريع اللي فيها شك والألوان الرمضانية، فيعني أتغير بين فترة وفترة. القماش مبلا يعني وايد أخذ أفكار من القماش، يعني القماش هو دليلي في التصميم، لأن ما أقدر مثلاً أسوي ديزاين جديد أو مثلاً قطعة جديدة بيشتغل عليها إلا إذا مثلاً الخام قدامي، لازم مثلاً أشوف اي قطعه تلوق مع هالخام، فيعني بالعكس وايد يعني اخذ الافكار من القماش. اتمنى نكون لامسنا اذواقكم، تابعونا ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. كاتالوج مثل ما تبي البس ولا تهتم كلام الناس، لبسك الشيء اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس، مثل ما تبي البس ولا تهتم كلام الناس، لبسك الشيء اللي مثلك